نازنین فاطمہ بنت پرویز اختر ہارون نگر سیکٹر 3 فلواری سے پٹنہ زر مہر ہے 51786 روپے اس نکاح کے گواہ ہیں جاوید اختر خلد عبد الحلیم صاحب پاپا اور دوسرے گواہ ہیں توقیر حیدر خلد خیر البشر ملکیانہ محلہ پاپا اور ایسے گواہ شرعی طور پہ اس مجمع کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب اس نکاح کے گواہ ہیں چاچو کے پاس رہو چاچو کے پاس رہو نا دیکھو یہاں پہ دیکھو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد محترم بزرگو دوستو اور دینی بھائیو یہ نکاح کی مجلس ہے اور عبادت کی مجلس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور جو شخص میری سنت سے میرے طریقے سے میری سیرت سے اعراض کرے گا اور روگردانی کرے گا فرمایا